بس على النص الاولاني من السؤال الاول وبعدين هنشوف النص الثاني. النص الاولاني بخصوص متولي، متولي كان بقاله فتره كبيره جدا مصاب، وكان لازم نتعامل معاه يكون بحذر المره دي اكتر، ان احنا نرجعه واحنا متاكدين 100% ان هو سليم، فخدنا وقت اكتر شويه. بالتاكيد في الماتش اللي فات احنا حصل عندنا نقص كده كده في نص الملعب، وبعدين حصل اصابتين كمان في وسط الماتش، فانا المساعد معايا هو بيوسف كابتن سليم قطان قال لي ان متولي بيلعب اصلا لعبها قبل كده، لعب في نص الملعب قبل كده وادى فيها كويس قبل كده، فانا عندي ثقه كبيره جدا فيه وفي رايه، فخدت كلامه وعملنا الفكره وفعلا نجحت بشكل كبير، ومتولي ادى بشكل كويس جدا في الماتش ده. عامه متولي لعيب كويس قوي، لكن هي الاصابات هي اللي كانت دايما بتعطله، واحنا قعدنا فتره طويله لغايه ما احنا بنرجعه تاني بالتدريج، بنحاول ان هو الاول من التاهيل، وخدنا وقت اطول شويه من المعتاد في التاهيل، وبعدين دخلناه مع الفرقه برضه خد وقت اطول شويه عشان خاطر لغايه ما احنا نتاكد تماما ان شاء الله ان مفيش اي اصابات ممكن ترجع له مره تانيه. عامه انا مهم عندي جدا لما اللعيب بيبقى اصابه بيخش مع مدربين التاهيل، يقعد فتره في التاهيل وبعدين يخش مع الفريق التدريبات الجماعيه، وبعد عدد معين من التدريبات الجماعيه بقدر ان هو خلاص وصل لمستوى ان هو متسلم مع التدريب، فابدا اديله مثلا ربع ساعه في نص ساعه وابدا ان انا ادخله في الفرقه. احيانا بيبقى في ظروف صعبه بتخليك ان انت ممكن تنط خطوه او خطوتين عشان خاطر في ظروف بدات انها تطرا، فلازم يبقى عندك طبعا برضه احساس كويس بان اللاعب مش هتكامل بيه، لكن بيبقى لازم احيانا الظروف بتدفعك ان انت تاخد خطوه ممكن بدري شويه عن اللي انت كنت مخططه، بدون ما يكون طبعا في اي ريسك على اللاعب نفسه. وده اللي احنا هنشوف كمان النهارده، عندنا نفس المشكله النهارده هتفرج على التمرين واشوف مين من اللعيبه المصابين اللي اهتمام ممكن اضطر ان في لعيبه لسه راجعه من اصابه ما بتمرنش. انا بحب دايما اللعيب ياخد على الاقل اسبوعين تمرين مع الفرقه بعد الاصابات الطويله شويه عشان خاطر يدخل في ريتم الفرقه، لكن ممكن جدا النهارده ان انا ما اعملش ده للظروف اللي عندنا في نقص بعض الاماكن، واضطر ان انا لعيبه بدات بقى لها بس يومين او ثلاثه وان انا ادخلهم معانا بكره مره قدام المباراه اللي هعملها النهارده بالليل ان شاء الله. اتوقع ان شاء الله المباراه بكره. الماتش الاولاني طبعا خلص 0-0، فحظوظ الفرقتين متساويه، الفرقتين كمان كانوا ممكن يكسبوا الماتش الاول، كان كل الفرقتين كان عندهم فرص خطيره في الماتش الاول، لكن احنا بكره لازم ان شاء الله نكون نظهر رغبه اكبر وشده اكتر في الملعب، بدعم الجمهور ومساعده الجمهور ان هو يساعدنا ويدعمنا ويكون في ظهرنا طول المباراه عشان نقدر ان احنا نكسب بكره. مهم جدا ان احنا ان شاء الله نوصل للنهائي، هيبقى انجاز كبير جدا ونجاح كبير جدا لينا كنادي ان احنا نوصل العام الثاني على التوالي على طول على الانجاز بتاعي، نوصل لنهائي افريقيا. فبنتمنى بكره دعم الجمهور وان احنا ان شاء الله نعمل مباراه كويسه ونتاهل النهائي. طبعا مباراة بكرة مباراة قوية جدا، محتاجين نركز فيها. انا شايف ان نتيجة 0-0 دي برضه في اطار ملعبك نتيجة مش بالنسبة للعيب كورة مش حلوة، لان انت لو دخل في الجول هنا لا قدر الله يبقى الموضوع صعب، ده محتاج تركيز، محتاج شخصية قوية في الملعب بكرة، محتاج الجمهور زي ما المدرب قال ان يبقوا جنبنا ويدعمنا، وان شاء الله نبقى المسؤولية ان شاء الله بكرة والفوز دينا باذن الله. ان شاء الله ان الجمهور بكره يحضر بكثافه او في الاستاد بكره ان شاء الله. دايما بقول ان الكوره للجماهير، وان الواحد يلعب قدام استاد مليان جمهور غير خالص لما تلعب في استاد تخش تسخن وتخش الملعب والملعب فاضي، الدوافع بتبقى مختلفه حتى للاعيبه بتبقى اصعب كتير جدا الدوافع والملعب فاضي. ده كمان بيبقى ليه تاثير سلبي احيانا كمان لما اللعيبه تخش تلاقي الملعب بالمنظر ده، لكن لما تخش تلاقي الملعب متقفل والجمهور بيساعدك وبيساندك ده بيدي دوافع كبيره جدا لينا وللاعيبه، وكمان بيأدي تاثير على الخصم، ان الخصم كمان بيبدا ان هو لما يلاقي ان الجمهور بتاعك بيشجعك وواقف معاك وصوته عالي، فده كمان بيأثر بيهز ثقه الممكن او بيأثر على المنافس. فعشان كده سعيد جدا بحضور الجمهور بكره، واتمنى ان هم يساعدونا من اول دقيقه لاخر دقيقه وان هم يكونوا اللعبه رقم واحد بكره ان شاء الله. طبعا فرقة اللعيبه لما بتبقى بتسمع ان في جمهور او في تذاكر زي ما بتقول كده خلصت او في اقبال على الماتش، لسه بيبقى عندك حماس، بيبقى عندك قوه انك تسال الناس دي، لان الناس بتيجي بتتعب مش تدخل الاستاد وتشجعك وتقعد فتره طويله قوي في الاستاد عقبال ما الماتش يبتدي، فانت كل ده تبقى حاطه في اعتبارك كلعيب، فبتنزل تموت نفسك، بتنزل تبقى عايز تفرحهم، يبقى مفيش حد عايز نيته في تخاذل او حاجه، بالعكس تدي 100% بتاعتك، خصوصا من كمان ماتش بكره يبقى قبل النهائي، فانت محتاج انت تدي 100% زي ما قلت لك،
وان شاء الله نسعى للجمهور اللي جاي باذن الله.